بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: قال رحمه الله: وهم أهل السنة والجماعة وسطٌ في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، قال المعلق رحمه الله: الجبرية هم الجهمية ومن وافقهم القائلون إن العبد لا إرادة له ولا قدرة له على فعل الطاعات ولا ترك المنهيات، وهم مجبورون على فعل ذلك كله. هؤلاء الجهمية من ضلالاتهم أنهم يقولون العبد مجبور ما يقدر على شيء، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى أعطى العبد قدرة وإرادة بفعل الأفعال، وكل ذلك بإذن الله، ولكن لهم قدرة ولهم عمل قدره الله تعالى. فالعبد إذا فعل الطاعة مطيع يثاب على ذلك، وإذا عمل المعصية يؤاخذ إذا لم يتوب إلى الله وإذا لم يعفو الله. والقدرية هم الذين ينفون القدر، وهم المعتزلة ينفون القدر، يقولون الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد ما يعملوا، وهذا أيضا ضلال وباطل. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدرة للرب أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، يعني يقول العبد ليس له قدرة، وهذا قول باطل. الله أعطى العبد قدرة وذلك تحت مشيئة الله. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، وكذلك قال الأشعري وأتباعه. والإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان له ثلاث حالات: الحالة الأولى كان من المعتزلة لأنه تربى عند زوج أمه أبو علي الجبائي. الحالة الثانية كان من الكلابية، يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، ثم هداه الله وتبع مذهب أهل السنة والجماعة وألف كتابه الإبانة في أصول الديانة، وتبع مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. وأما هؤلاء الذين اتبعوا الضلال يقولون إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، يعني وافقوا الجهمية، وهذا ضلال بعيد. وقال جمهور المعتزلة، وهؤلاء أيضا من الضالين، وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، أعوذ بالله. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون من المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، وكلهم ضلوا والعياذ بالله. فالله عز وجل قدر كل شيء، وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين، يعني إذا كانت طاعة، وعصاة
إذا كانوا عاصين، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فأفعال العباد، العباد فاعلون، ولكن الله خالقهم وخالق أفعالهم. فالمعتزلة يقولون العبد يخلق فعله، وهذا باطل. العبد فاعل، ولكن الله خالق العبد وخالق أفعال العبد، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا فعل العبد أصلاً، قالوا العبد ليس له قدرة، وهذا باطل. والمعتزلة نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا العبد يخلق أفعاله، وهذا ضلال بعيد. العبد يفعل، ولكن الله هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. والله خلقكم وما تعملون. وهدى الله المؤمنين أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، في سورة الصافات. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. فالجبرية قالوا العبد لا يقدر على شيء وكذبوا، والمعتزلة قالوا العبد يخلق فعله وكذبوا. العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فعلينا أن نحذر عقائد أهل الباطل. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله بين المرجئة، المرجئة هم الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وكذبوا، والوعيدية من القدرية الذين يقولون من الذين يقولون مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار. فأهل السنة وسط في أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولا يخلدون في النار إذا كانوا موحدين. يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الجهمية الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، واعلموا أن الإيمان وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. فالجهمية نفوا الوعيد، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا باطل. الله تعالى خوف عباده ونهى عباده عن الذنوب وتوعدهم بالعقوبة إلا من تاب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى، وهو أن الذنوب لا تضر مع الإيمان،
هذا القول كفر يخرج صاحبه عن الملة أي عن الإسلام، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. الإيمان قول باللسان، الشهادتان وما يجب النطق به، واعتقاد بالقلب تصديق ويقين بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل بالأركان من صلاة وصيام وزكاة وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالجهمية يقولون الإيمان مجرد التصديق وإن لم يتكلم، والأعمال ليست داخلة في الإيمان، وظلوا بذلك. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره رحمه الله، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، وهذا قول باطل، فالأعمال من الإيمان، وقولهم إن الأعمال ليست من الإيمان قول باطل، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، أي يخرج الموحدين، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفراً وإن كان قولاً باطلاً مبتدعاً لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وأما الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان الذنب، هذا كفر. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلاً أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع. الله لا يجب عليه شيء، وهو فعال لما يريد، وهو الحكيم الخبير. فهؤلاء الضالون يقولون يجب على الله أن يعاقب العاصي ويجب عليه أن يثيب المطيع، فهذا القول باطل. الله لا يجب عليه شيء، ولكنه بفضله وإحسانه يثيب المطيع، وبعدله يعاقب العاصين أو يغفر لهم إذا كانوا موحدين. فهم الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلاً أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. هؤلاء المعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا تاب إذا لم يتب أنه مخلد في النار، فقولهم باطل. ومرتكب الكبيرة إذا كان موحداً ومات على ذلك أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن الموحد لا يخلد في النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار
ودخولهم الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين النفاة الوعيد من المرجئة الجهمية وبين موجبيه من القدرية المعتزلة. فمن مات على كبيرة عندهم عند أهل السنة فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه كما دلت عليه الآية السابقة. وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. الموحد يخرجه الله من النار ويدخله الجنة. فيجب أن نعتقد العقائد الصحيحة ونحذر العقائد الباطلة. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية أي الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية، كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين، وما ترتب عليها من ظهور الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، والرافضة الذين غلوا في علي رضي الله عنه، والقدرية المعتزلة أثر كبير في ذلك النزاع. قال المعلق: الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حينما قبل التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فنزلوا واجتمعوا بحرورة وهي بلد قريب قرب الكوفة على ميلين منها، وسموا بذلك نسبة إليها. فالخوارج كفروا عليا وقاتلوه ونصره الله عليهم. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه، أي بقلبه، وأقر بلسانه، وقام بجميع الواجبات، واجتنب جميع الكبائر. هم ارتكبوا الكبيرة عندهم عند الخوارج والمعتزلة لا يسمى مؤمناً باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافراً أو لا. فالخوارج يسمونه كافراً، أي مرتكب الكبيرة إذا لم يتب، ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا علياً ومعاوية رضي الله عنهما وأصحابهما، واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار والعياذ بالله. فقولهم بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ومخلد في النار هذا قول باطل. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، وقولهم باطل. فمرتكب الكبيرة إذا كان مؤمناً فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن الموحد لا يخلد في النار بل يخرج من النار بسبب التوحيد. واتفق الفريقان الخوارج والمعتزلة على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، الخوارج والمعتزلة. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وخلوده في النار مع الكفار، هذا قول الخوارج. ووقع الخلاف أيضاً في موضعين: أحدهما تسميته كافراً، الخوارج يقولون كافر، وأما المعتزلة يقولون خرج من الإيمان
ولم يدخل في الكفر، ويقولون مخلد في النار، وهذا قول باطل. والثاني استحلال دمه وماله، الخوارج يستحلون دم مرتكب الكبيرة إذا لم يتب وماله، وهو الحكم الدنيوي، وهو قول باطل. فمرتكب الكبيرة مؤمن عاصي، لا نخرجه من الإيمان إذا كان موحداً مؤمناً. وأما المرجئة الجهمية فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية. ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين. ومرتكب الكبيرة عندهم عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم عند أهل السنة أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداءً أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضاً وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقاباً. فعلينا أن نعتقد العقائد الصحيحة بالكتاب والسنة ونحذر العقائد الباطلة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، أهل السنة وسط في باب الصحابة رضي الله عنهم. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية، نعوذ بالله. هؤلاء الروافض يسبون كثيراً من الصحابة ويغلون في علي وأولاده ويقولون علي هو الله. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً. عبد الله بن سبأ كان يهودياً وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، يعني أظهر الإسلام نفاقاً كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبراً، وهو اسم مولاه. فالخوارج قالوا علي هو الله، فغضب وأمر بالحفر، حفر حفرت وأوقد النيران وجعل يطرحهم فيها إذا لم يرجعوا. وعلى كل حال استحقوا القتل، ولكن التعذيب بالنار لا يعذب بالنار إلا الله، ولكنه غضب ولعله أخطأ. قال المعلق: الرافضة هم غلاة فرق الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فخذلوه بالكوفة كما خذلوا جده من قبل علي رضي الله عنه. وأما الخوارج فهم الحرورية، وقد سبق التعريف بهم وأنهم كفروا عليًا ومعاوية وقاتلوهم، ونصر الله عليًا رضي الله عنه عليه. قال المعلق: ورد هذا الخبر بسند حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وخبر الإحراق ثابت في صحيح البخاري
رحمه الله عن عكرمة رحمه الله قال: أُتي عليٌّ رضي الله عنه بزنادقة، أي منافقين، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليًّا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. فالروافض غلوا والخوارج كفروا عليًا ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، نعوذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطًا بين غلو هؤلاء الروافض وتقصير أولئك الخوارج، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانًا وإسلامًا وعلمًا وحكمًا رضي الله عنهم، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحب الصحابة رضي الله عنهم ونعرف لهم فضلهم رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم غير معصومين، فيجب أن نعتقد العقائد الصحيحة ونحذر العقائد الباطلة المخالفة للكتاب والسنة. اللهم ثبِّتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فصلٌ: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه. الله جل وعلا على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله، بائن على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، جل جلاله. فربنا عز وجل على العرش استوى وهو معنا، هو على العرش وهو يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا، جل جلاله. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ليس هذا معناه، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. القمر مخلوق من مخلوقات الله، هو في السماء وهو نوره في الأرض، فعلو الله لا ينافي معيته، فالله على العرش استوى وهو مع ذلك يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا، جل جلاله. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، جل جلاله. فعلينا أن نتقي الله، فلا نتكلم إلا بخير، ولا نعمل إلا ما أذن لنا، ونحذر
المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان يحفظ عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، يعني ليس معناه أن الله داخل السماء، ليس هذا معناه، بل معناه في العلو، السماء أي في العلو، وليس معناه أنه داخل السماء، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالله عز وجل في العلو على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله جل جلاله. فعلينا أن نعتقد العقائد الصحيحة. المبتدعون يقولون الله في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل. الله عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو معنا يسمع ويرى، وذاته على العرش استوى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو معنا يعلم كل شيء ويرى ويسمع جل جلاله. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان يحفظ عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فالله ليس داخل في السماء، الله في العلو سبحانه وتعالى. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره جل جلاله. صرح المؤلف رحمه الله هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائناً من خلقه، أي منفصلاً عن خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم الذين هم أكملها علماً وإيماناً، مؤكداً بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشدداً النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. يؤولون على العرش استوى، قالوا استولى، ما يؤمنون بعلو الله. ثم بيّن أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلاً بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علماً وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة، يعني طير متحجر، كأنه بندقة في يد أحدنا. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه، مع كونه عالياً عليهم بائناً منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته،
واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، وهم طائفة ضالة. قال المعلق: هم الذين قالوا إن الله تعالى حل في أشخاص أعيانهم، حل في أشخاص بأعيانهم، أي دخل في بعض المخلوقات تعالى الله عما يقولون، وهم من غلاة المشبهة، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. فالله عز وجل في العلو على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، لا يجوز هذا، بل معنى السماء العلو، أي الله في العلو جل وعلا ليس داخل السماء. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. فيجب علينا أن نعتقد العقائد الصحيحة الموجودة في الكتاب والسنة، ونحذر العقائد الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب سبحانه، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني يسمع ويرى ويعلم وهو على العرش استوى على وارتفع جل جلاله. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الله على العرش وهو قريب منا، يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا جل جلاله. يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، وهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلاً بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت أي صفات له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها جل جلاله وعز شانه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن، الأشاعرة يقولون حكاية عن كلام الله،
والكلابية يقولون عبارة عنه، فهذا قول باطل. فالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى، لا نقول حكاية عن كلام الله ولا نقول عبارة عن كلام الله، بل نقول القرآن كلام الله لفظاً ومعنى جل جلاله، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقةً، فإن الكلام إنما يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلغًا مؤدِّيًا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه جل وعلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. جعل المصنف رحمه الله الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلاً في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفات الكلام، صفة من صفات الله، فالقرآن كلام الله، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء جل جلاله.